السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي، تحية طيبة لكم. نعم، أعلم أنني غبت كثيرا على هذه القناة للأمر كان خارج الإرادة، فقد كانت هناك مشكلة مع شركة البين سبورت، هي من سببت لنا هذا التوقف، ولله الحمد تم حل المشكلة، والآن عدنا إلى القناة، وإن شاء الله سيكون أول فيديو لهذه السنة بخصوص الحماية القصوى لهاتفك الذكي. طبيعة الحال، وكما يعلم الإخوة المتابعين على صفحتي الاجتماعية، فقبل سنتين قمنا بإنشاء شركة متخصصة في مجال الأمن المعلوماتي، ويمكن أن أقول أن شهريا وأسبوعيا نتوصل بالعديد من القضايا والعديد من المشاكل فيما يخص التجسس والتجسس على الهواتف الذكية. لهذا فقد قررت أن أقوم بمشاركتكم هذا الفيديو الذي إن شاء الله ستستفيدون منه بشكل كبير جدا فيما يخص حماية هواتفكم الذكية وجعلها صعبة الاختراق، لأنه دائما عندما نتحدث في الحماية عن حماية 100% فهي لا توجد، ولكن كل ما يمكن أن نقوم به هو أننا نقوم بوضع حماية قصوى هواتفنا الذكية، وكذلك الاستخدام الجيد، وعندما نكون واعون بالخطورة والمخاطر التي يمكن أن تحدق بنا، فهذا سيجعلنا بطبيعة الحال قادرين على حماية هواتفنا بشكل أفضل. فكما قلت لكم، يعني كثير من القضايا التي نتوصل بها في النهاية يكون الضحية غير مدرك لكيفية حماية هاتفه الذكي. البلوتوث والواي فاي على مستوى هاتفك. كثير من الإخوان والأخوات يرتكبون خطأ فادح، وهو أنهم يتركون البلوتوث والواي فاي مفتوح على مستوى هاتفهم، يعني سواء كانوا يستخدمون الواي فاي أو غير أو لا يستخدمونه فهم يتركونه مفتوح. ويمكنك أن تجرب، خذ هاتفك وهناك إمكانية كبيرة جدا أنك الواي فاي أو البلوتوث مفتوح على مستوى هاتفك. هذه النقطة هي نقطة خطيرة جدا، لأنه يمكن أن يتم اختراق هاتفك عن طريق البلوتوث. نعم، هناك العديد من الثغرات التي تظهر فيما يخص هذا أو هذه الطريقة، أو اختراق الواي فاي عن طريق البلوتوث، وبالتالي فتركك للبلوتوث طوال الوقت مفتوح على هاتفك وأنت شخص يتنقل ما بين المقاهي، ما بين المكاتب إلى غير ذلك، فقد يتم اختراقك بشكل مباشر على مستوى هاتفك، خصوصا إذا كنت شخصا مستهدفا. بالإضافة إلى ذلك، نقاط الواي فاي أو الواي فاي عفوا، يعني ترك الواي فاي مفتوح طوال الوقت على هاتفك، سواء كنت في المنزل أو خارج المنزل، أو كنت في المكتب أو خارج المكتب، فعلى العموم يعني مسألة فقط ترك الواي فاي طوال الوقت، نقطة الواي فاي أو زر الواي فاي مفتوح على هاتفك، فهو كذلك يشكل خطر كبير جدا على خصوصيتك أو على هاتفك، بحيث أنه يمكن أن يتم اختراق مباشر للهاتف انطلاقا من تركك للواي فاي طوال الوقت مفتوح على هاتفك. فبطبيعة الحال الإشكال هنا هو أنه كثير من الهواتف مباشرة عندما تجد نقطة واي فاي مفتوحة فهي تتصل بشكل أوتوماتيكي بنقطة الواي فاي، وهذه أو هذا الاتصال الأوتوماتيكي التلقائي قد يجعل أن تكون هذه النقطة الواي فاي هي من طرف هاكرز، وبالتالي اتصالك المباشر بهذه نقطة الواي فاي قد يسبب خطر على خصوصيتك وعلى أمانك. بالإضافة كذلك، ونحن نتحدث على أو عن الواي فاي، فرجاء عندما نتواجد في نقاط واي فاي عمومية سواء المقهى أو في أي مكان، وهذه المسألة دائما أنصح بها، المرجو عدم استخدام نقاط الواي فاي إما المجانية إما الموجودة في المقاهي أو نقاط الواي فاي العمومية، لأنه لا نعرف من معنا في الشبكة. أنت متصل بنقطة واي فاي مجانية في 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 العمل أو في مقهى أو على العموم، يعني لا تعرف من معك في الشبكة، وقد يكون هناك هاكرز معك في الشبكة ويمكن أن يتجسسوا عليك، يمكن كذلك أن يخترقونك. لهذا أنصح دائما باستخدام VPN أثناء
الاشتغال او اثناء الرغبه في الاتصال بنقطه واي فاي عموميه. للاشاره الفي بي انز كذلك ليست كلها امنه، ولكن على العموم فهي نوعا ما تحميك في في في, في, في عند اتصالك بنقطه واي فاي مجانيه. وان شاء الله ساقوم بعمل فيديو اخر اشرح لكم لماذا يعني الفي بي ان ليست امنه وما الى ذلك، ولكن على العموم فهي تحمينا على الاقل من اجل يعني حمايه بياناتنا الشخصيه في الشبكة المحلية. وكش يعني شخصيا أقول لا أتصل بنقاط واي فاي عمومية، لا سواء نقاط واي فاي الفنادق ولا نقاط واي فاي المقاهي وما إلى ذلك. إذا كنت شخص يعني عندك اشتراك إنترنت شهري في الهاتف، من الأفضل أن تستخدمه طوال الوقت، لأن هذا أفضل أمان لهاتفك. ننتقل معك إلى نقطة أخرى. من المهم كذلك أن إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد أن تذهب إلى نقطة الجوجل بلاي وتذهب إلى البلاي بروتكت، وحاول أن تتأكد أن البلاي بروتكت هي مفعلة على هاتفك. رجاء جميع برامج التجسس، أقول لكم أغلبيتها التي يتم تثبيتها في هواتفكم النقالة، وعندما أقول هذه البرامج فهي البرامج أو التطبيقات عفوا إذا صح القول، فهي التطبيقات التي عندما يكون عندنا فيزيكال أكسس الهاتف، يعني مثلا الزوج مع الزوجة أو يعني زملاء العمل وما إلى ذلك، يعني عندما يكون اتصال مباشر بالهاتف فيمكن لزميلك أو زوجتك أن يقوم بتثبيت برنامج تجسسي. هذه البرامج سبق لي وشرحت ويمكنكم ترجعوا إلى حلقة سبق لي وذكرتها، ستجدون الرابط في الأسفل. يعني كيف أن الأمر أصبح سهل بالنسبة للتجسس على الهواتف. فلكي نحمي نفسنا من هذه الطرق تجسس على الهواتف انطلاقا من تثبيت التطبيقات، فيجب أن تتأكد من خاصية البلاي بروتكت أنها موجودة على هاتفك، لأن هذه الخاصية هي تنجيك وتوقيك بنسبة كبيرة جدا، يعني 80% من أن يتم تثبيت برنامج ضار على مستوى هاتفك ويتم من خلال التجسس على الهاتف. نقطة أخرى وهي الانكريبشن. ضروري أخي أختي أن تتأكد أن خاصية تشفير البيانات هي مفعلة في هاتفك، فهذه الخاصية موجودة على أندرويد، يكفيك أن تبحث عن encryption ويجب أن تجد هذه الخاصية مفعلة على مستوى الهاتف. فهذه الخاصية هي تحميك صديقتي من يعني بياناتك التي تتواجد على الهاتف، فهي تكون بيانات مشفرة، وبالتالي إذا كان شخص يعني مثلا إذا سرق الهاتف أو مثلا كان هناك اتصال فيزيائي مع الهاتف فاستخراج هذه البيانات سيكون صعب لأنها ستكون مشفرة، فبالتالي من الأفضل أن تقوم بتشفير هذه البيانات. بالإضافة إلى هذا أنه عند استخدامنا لهاتف أندرويد فأول شيء تكون مطالب به هو إدخال حساب جيميل أو جوجل أكاونت، فلا يمكنك استخدام هاتف أندرويد بدون الحصول أو بدون استخدام حساب جيميل، هذا كلنا نتفق عليه. لكن ما يجب أن نقوم به إخواني أخواتي أن الحساب الجيميل الذي نستخدمه على مستوى الهاتف يجب أن يكون حساب جيميل سري، يجب أن يكون حساب جيميل لا تستخدمه في التسجيل في المواقع الإلكترونية ولا تستخدمه في المراسلات الإدارية، يعني يكون حساب خاص فقط بالهاتف. لماذا؟ لأنه إذا قدر الله وتم اختراق هذا الإيميل فيمكن للشخص أن يصل إلى هاتفك، فلهذا نقوم بإنشاء إيميل يكون سري، نقوم بتأمين هذا الإيميل عن طريق وضع باسورد قوي، عن طريق وضع رقم هاتفي، يكون من الأفضل أقول من أن يكون رقم هاتفي لا تستخدمه مع العموم، يعني يكون عندك رقمي هاتفيين، رقم هاتفي للعموم ورقم هاتفي خاص بتأمين من حساباتك على الانترنت، يكون رقم هاتفي سري، هكذا نحمي انفسنا من ان يتم سرقة هذا الحساب عن طريق استرجاع الباسورد عبر الرقم الهاتفي. نعم هناك اختراقات تكون في هذا الباب حيث يمكن للهاكر أن يقوم باسترجاع رقمك الهاتفي، يعني مثلا نفترض أنك تستخدم رقم هاتفي فيمكن أن يذهب إلى شركة الاتصال ويحصل على ذلك الرقم الهاتفي في إطار ما يسمى بالهندسة الاجتماعية، وهذا موضوع آخر. على العموم يحصل على هذا الرقم الهاتفي ويمكن من خلاله أن يقوم بسرقة حساباتك، وعليه دائما نستخدم رقم هاتفي خاص
لا نشاركه مع العموم. ومن الأفضل إذا كنت تتوافر على رقم أو إذا كنت تتوافر على هاتف يعني غير ذكي، وأنصح باستخدام هاتف غير ذكي من أجل إدراج هذا الرقم أو ربطه مع هذا الرقم الهاتفي. الآن الهواتف يعني القديمة والهواتف الغير سمارت يعني أثمنتها لا تتجاوز يعني تبتدئ تقريبا من 10 دولار فما فوق. فهذه كنقطة من أجل تأمين الحسابات. هناك مستوى أفضل في الحماية كذلك بالنسبة للرقم الهاتفي، وهو كذلك Two Factor Authentication. جميع المحترفين يستخدمون تطبيقات Two Factor Authentication ويستخدمون مفاتيح USB. هذه المفاتيح USB هي مفاتيح يتم تسجيل عليها أرقام الاسترجاع وأرقام Two Factor Authentication. يعني عوض أن تتواصل بالرقم الهاتفي، يعني عندما ترغب بالتواصل أو عندما ترغب في الاتصال برقم أو بحساب، يعني تدخل باسورد وتضغط على انتر فيطلب منك رقم يتم ارساله الى الهاتف. فهذه المفاتيح اليو اس بي هي يعني تعمل بنفس الطريقه، يعني عوض ان يتم ارسال هذا الرقم الى الهاتف فادخالك لهذه المفتاح فيجعلك مباشره تتصل بهذا الحساب، لانه يتم توليد رقم انطلاقا من المفتاح مفتاح اليو اس بي. كذلك اخواني اخواتي يجب التاكد من الصلاحيات التي تطلبها التطبيقات عند تثبيتها في هاتف اندرويد. فعندما تقوم بتثبيت تطبيق على الاندرويد فهو يطلب صلاحيات، ويمكنك كذلك يعني حتى بعد تثبيتك الان يعني يمكنك ان ترجع الى هذه التطبيقات ويمكن ان ترجع الى الصلاحيات. فليس كل التطبيقات يعني تطلب صلاحيات ضروريه من اجل تشغيلها. اعطيك على سبيل المثال، يمكن على سبيل المثال انك تستخدم تطبيق بنكي، وهذا التطبيق البنكي يطلب الوصول الى الكاميرا. فالوصول الى الكاميرا ليس ضروريا من اجل تشغيل التطبيق، او الوصول الى جهات الاتصال ليس ضروري من اجل تشغيل هذا التطبيق. فهناك في بعض الاحيان بعض التطبيقات تطلب صلاحيات اكثر من اللازم، فيمكنك صديقي ان تقوم بايقاف هذه الصلاحيات. فمثلا ناخذ على سبيل المثال هذا التطبيق، فيمكن مثلا ان امنع ان يصل الى مثلا اللوكاليزيشن، ان يكون له الوصول الى احداثاتي الجغرافيه وان يعرف الاماكن التي ازورها. يمكن ان اوقفه مثلا على ان يصل الى جهات الاتصال. فعلى العموم هذه يعني هذه المساله يمكنك تخصيصها في التطبيق، وبالتالي تمنع التطبيقات من أن تصل إلى بعض الصلاحيات الغير ضرورية من أجل تشغيلها. وبطبيعة الحال كل صلاحية لها علاقة بالتطبيق وبمستوى تشغيل التطبيق. وبطبيعة الحال إذا كان هناك تطبيق خاص بالتقاط الصور فلا يمكنك أن تمنعه من الوصول إلى الكاميرا لأنه لن يشتغل بطبيعة الحال. كذلك استخدام فايروال، هذه المسألة ضرورية جدا. فكما نستخدم فايروال على مستوى الحواسيب، يجب كذلك استخدام فايروال على مستوى الهواتف، لأنه كذلك ليس جميع التطبيقات تحتاج الوصول الى الانترنت من اجل التشغيل. وللاشاره هنا ففي كثير من الاحيان يسالني الناس في البث المباشر الانترنت بسرعه يعني تنقضي في 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 الهاتف، بسرعه يتم استهلاك الانترنت. نعم، لانك عندما تكثر تثبيت التطبيقات وهذه التطبيقات تستهلك انترنت في الخفاء لانها كذلك تتصل بخواتيم، فبالتالي ستستهلك الانترنت بشكل كبير جدا. لهذا عندما نستخدم فايروال فكما قلت ليس جميع التطبيقات هي محتاجة إلى الوصول إلى الإنترنت. مثلا إذا قمت بتثبيت آلة حاسبة، لماذا ستتصل بالإنترنت هذه الآلة الحاسبة؟ فيجب عليك أن تمنعها من الوصول إلى الإنترنت. فاستخدام كذلك فايروال كما تشاهدون معي على الشاشة مثلا مثل هذا التطبيق الذي يمكنك من خلاله أن تقوم بمنع يعني من منع بعض التطبيقات من الوصول الى الانترنت، وفقط تخصص التطبيقات التي تريد ان تتواصل بالانترنت. نعم، مثل ونحن نتحدث هنا عفوا عن تطبيق نيت جارد. بالنسبه للايفون فهناك تطبيق اسمه لوك داون. ونقطه اخرى وهي النقطه الاخيره في هذا الفيديو وهي نقطه رسائل الاس ام اس. رجاء ففي هناك بعض الاختراقات المتقدمة، وهي غالبا يعني عندما نتحدث عن بعض البرامج المتقدمة في الاختراق فبعض البرامج المتقدمة في الاختراق فيمكن أن يتم اختراق
هاتفك عن طريق استغلال ثغرات موجودة إما في المتصفح إما في بنية نظام الأندرويد. ومن أكثر الطرق الشائعة في الاختراق استخدام رسائل الاسمس. فمثلا يمكن أن تصلك الرسالة باسمك وتطلب لك شاهد فضيحتك على الإنترنت، سأربيك يا ابن طيب، وبالتالي أنت يثير الفضول لكي تنقر على ذلك الرابط. مباشرة عند النقر على هذا الرابط يتم استغلال مثلا ثغرة في المتصفح الأخيرة التي ستجعل هاتفك مباشرة تم اختراقه ويتم التجسس عليه. حاول أنك لا تقوم بالنقر على الروابط التي تأتي في رسائل SMS، لأنه أولا يمكن حتى أنك تعرف مثلا شخص اسمه عبد الحميد وتتواصل معه وتأتيك رسالة SMS من عند عبد الحميد، ولكن عبد الحميد لم يرسل لك رسالة SMS بها رابط. فمن الأفضل أن تتصل قبل أن تنقر بالنسبة للأفراد الذين تعرفهم أو تربط عندك علاقة بهم مباشرة. مثلا يمكن أن أتصل بعبد الحميد وأطلب منه أن أرسلت لي رسالة SMS بها رابط، أوكي، بعد أن يؤكد لي ذلك أنقر على هذا الرابط. بالنسبة للمصادر المجهولة، حتى ولو يكون البنك الخاص بك لا تنقر على الروابط المجهولة، لأنها قد تؤدي إلى اختراق مباشر لهاتفك. كنت سعيد جدا أن أتواصل معكم في هذا الفيديو. بطبيعة الحال إذا كنت تشك على أن هاتفك مخترق أو كنت عندك هوس فيما يخص التجسس على هاتفك، فيمكننا مساعدتك. يمكنك التواصل معنا بشكل مباشر، ستجد رقم هاتفي أو هاتف المكتب في الأسفل، ويمكنك كذلك التواصل معنا معي عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي سواء على فيسبوك أو انستغرام. إن شاء الله سنساعدك في حل هذه المشكلة، بل وقد نمدك كذلك بالأدلة وبهوية هؤلاء الأشخاص الذين قاموا باختراق هاتفك. إلى أن ألقاكم في فيديو قادم بإذن الله. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.